سبور إكسبرس. العشرة ودرج مساء النور، مساء الخير، أهلا وسهلا بكم في حصاد يوم من الرياضة في تونس والعالم. وهيت نبدأ برابط الأبطال الأوروبية، نبدأ بالكرة الحقيقية، نبدأ بالإثارة، نبدأ بالتشويق، نبدأ بريال مدريد اللي إلى حد الآن قلب الطاولة على مانشستر سيتي لحدود دقيقة 90. السيتي متقدم هدف لصفر، منتصر هدف لصفر، متأهل إلى المباراة النهائية، المباراة النهائية مع ليفربول في باريس. ولكن في دقيقتين، في دقيقة 90 ودقيقة 90 زائد واحد، رودريجو يعطي التقدم للريال 2-1. نلعب الآن في الحصص الإضافية. كريم بنزيما في دقيقة 6 يضيف الهدف الثالث للريال ومن ضربة جزاء. نلعب الآن في دقيقة 98 التقدم لريال مدريد 3-1. النتيجة هذه تخلي الريال هو اللي يمشي للمباراة النهائية، ولكن مازال الوقت في الحصص، في الحصة الإضافية الأولى والحصة الإضافية الثانية. قلت نتيجة الذهاب 4-3 للسيتي. السيتي إذا كان يحب يرجع في النتيجة ويلعب ركلات الترجيح، ركلات الترجيح يلزم يسجل هدف. كي تكون النتيجة 3-2 يكونوا متعادلين 6-6، ولكن الريال إذا يحافظ على النتيجة واللي يزيد هدف رابع وقتها تكون الأمور منتهية، والريال يمشي إلى المباراة النهائية في باريس مع ليفربول يوم 28 ماي الجاري. أنس جابر سفيرة السعادة كانت على موعد جديد اليوم مع التألق ومع النجاح والإبداع والإقناع في دورة دورتموند. وتجم تشوفوا اللحظات الحاسمة الآن لأنس جابر والصور والفيديو من موقع الدورة، دورة مدريد. أنس أبدعت وأقنعت وكانت خير سفيرة للسعادة التونسية. انتصار ممتاز جدا أمام المصنفة سابقا سيمونة حليب اللي 6-3 6-2، باش تواجه غدوة في نصف النهائي الروسية ألكسانديروفا المصنفة 45 عالمين. مفروض أنس ستكون في طريق مفتوح إن شاء الله للدور النهائي لدورة مدريد، ولكن نستناو ستيب باي ستيب، واحدة واحدة. أنس جابر المردود والأداء الكبير اللي قاعد تقدم فيه في البطولة ممتاز جدا. أنس جابر مبدع الحق، أقنعت وفرحت اليوم بارشة توانسة اللي تابعوا المباراة. نجم نقولوا كان برافو لسفيرة السعادة أنس جابر. إلى نتائج الدفعة الثانية من مباريات الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم من مرحلة التتويج. النجم الرياضي الساحلي نادر السباقسي في الكلاسيكو تعادلوا هدف لهدف. وليد القروي في دقيقة 11 يسجل الهدف الأول للسي اس اس، ويجاوبوا ياسين العامري في دقيقة 63 هدف ممتاز جدا بالساق اليسار. وفي مباراة ثانية اتحاد بنقردان نادي الإفريقي وفوز نادي الإفريقي هدف لصفر، هدف ممتاز جدا عالمي من نادر الغندر في دقيقة 15، تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء في زاوية مستحيلة على أي حارس مرمى. بالمقابل سجلت الناس كل تبع المباراة تألق حارس بن قردين الفرحاتي. ونذكر البارح الترجي الاتحاد المنسيلي فوز الترجي هدف لصفر، هدف محمد علي بن رمضان. والترتيب بعد اكتمال مباراة الجولة الثانية، الترجي في الصدارة بتسع نقاط، النادي الإفريقي الثاني بست نقاط، الثالث النجم الساحلي والاتحاد المنسيلي بخمس نقاط، الخامس سي اس اس بثلاث نقاط، والسادس اتحاد بن قردين بنقطة وحيدة. الجولة القادمة يتصدرها لقاء الديربي بين الترجي او بين النادي الافريقي باعتبار المستضيف والترجي يوم الاحد في ملعب حمادي العقربي برادس. نرجع الى تطورات النتيجه بالنسبه لمباراه القمه، مباراه ريال مدريد والسيتي. نلعب في الدقيقه 100 التعادل 101 التعادل او تقدم ريال مدريد 3-1، لأنه نذكر بالسيناريو قلت دقيقة 73 رياض محرز سجل هدف للسيتي، حتى وصلنا حتى لدقيقة 90 وين رودريجو يسجل هدف التعادل، ثم في دقيقة 90+1 بين رودريجو بالراس يسجل هدف الثاني. يجي في دقيقة 90+6 كريم بنزيما من ضربة جزاء يعطي تقدم لريال مدريد. كما قلت نلعبه في دقيقة 101 والتقدم لريال مدريد 3-1. أخبارنا الرياضية ديما متواصلة على موقعنا على شبكة الانترنت www.mozaikafm.net. أنا عبد السلام ضيف الله، ما بقى لك باش نقول لكم إن شاء الله ليلتكم أحلى الليالي. إلى اللقاء.